بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا، مرحبا بكم جميعا جميع الشعب. اليوم ما راحش نجيب لكم درس، ما راحش نجيب لكم تمرين، ولكن حبيت بما أن مازال يومين فقط لاجتياز هذه الشهادة، حبيت فقط نذكركم بالأدوات التي يعني جد مهمة اللي ما حبيتش تنسوها أثناء هذا الامتحان. إذا قبل ما ندخل في الفيديو تاعي، أتمنى فقط من الله سبحانه وتعالى أن يفرحكم جميعا وتكونوا جميعا في قائمة الناجحين، اللهم آمين اللهم آمين. إذا جبت لكم بعض الأدوات أو الأدوات اللازمة والجد مهمة اللي ما لازمش تنسوها، خاصة اللي لازم تحضروها من الآن، لأن يومين هذه راح تشتغلوا بحاجات أخرى. إذا قبل ما ندخل في الأدوات، حبيت نذكركم بنصيحة جد جد مهمة: التركيز، عدم التوتر. إذا ما تتقلقوش روحكم، ما هي إلا اعتبروا روحكم في اختبار. ثاني شيء، ما لازمتش تجهدوا روحكم في المسائل، حلوا المسائل وتكسروا راسكم بزاف بزاف، اللي عليكم درتوه طوال هذه السنة، ما عليكم إلا نصيحة أستاذة لتلاميذها أو لطلابها، هو كالتالي: أن تراجع حلول المسائل. أعيد وأكرر: الحلول، الحلول والحلول. مثلا في مادة الرياضيات، دي أي مسألة وقرأ الحل، قراءة الحلول بالهدوء والتركيز. والمواد الأخرى أيضا الحفظ، إعادة النظر فيما حفظته، ورب يكون في إن شاء الله معكم جميعا. إذا نبدأ وندخل في الموضوع. إذا الأدوات التي لازم عليكم توجدوها من الآن، إذا ابتداء من يعني كي تشوفوا هذا الفيديو إن شاء الله، تبدأوا في تحضير هذه الأدوات. أول شيء، أول شيء الجد جد مهمة، هو هذا الورقتين مهمتين اللي هما بطاقة التعريف. اعذروني فقط، درت لكم ورقة فقط باش تفهموا. بطاقة التعريف، ثم بعد ذلك جد جد مهمة، لأن بدون بطاقة التعريف ما راحش تديروا ما راحش يعني تجتازوا هذا الامتحان. ثاني شيء، الاستدعاء. إذا حذاري فحذاري فحذاري. إذا هاتين الورقتين مهمتين مهمتين، بدونهما ما يمكنش يعني تعقب البكالوريا. وأنا أفضل لتحضير هاتين الورقتين، واش راح ديروا؟ راح توجدوا هكذا في البوشيت مثل هذه، من الآن ديروها داخل هذه كما نقول بالفرنسية البوشيت. إذا تحضروها، وفي نفس الوقت هذه اسمه لابوشيت هذه راح تعاونكم باش ديروا فيها المواضيع كي تكملوا شهادة البكالوريا، ديروا المواضيع تاعكم داخلها. أتمنى فقط أن تكون واضحة، وأتمنى أنكم توجدوها من الآن. هذا فيما يخص الأوراق الرسمية. ننتقل إلى الأدوات. إذا ننتقل إلى الأدوات، الأدوات إذا وجدت لكم أقلام زرقاء، لأن في الاختبار يمكن استعمال سواء الأقلام الزرقاء أو السوداء. إذا وعلاه ممكن يتساءل البعض منكم يقول وجدت يعني كمية كبيرة؟ لا، لأن ممكن حذروا ما تاخذوش قلم واحد فقط، حذاري حذاري حذاري. إذا لقيتوا قلم ممكن يعني تطيحوا في فخ، إيماجين القلم حبس لكم، الحبر توقف. إذا حذاري، إذا تدوا على الأقل اثنان أو ثلاثة. ممكن وضعت لكم الأخضر، هو ممنوع، ولكن وضعت بين الأسود والأزرق. لماذا؟ لأني قد عرضت عليكم فيديو كيف نختار أحد المواضيع، وقلت لكم ممكن كحيلة فقط استعمال أخضر للمسودة باش تكون الفرق بين ورقة الإجابة والمسودة. ثاني قلمين، أيوة قلمين. وممكن فكرت كي كنت نوجد هذه الأدوات، ممكن أيضا مساعدة الزميل، إذا كان مثلا أحد الزملاء تاعكم أو الأصدقاء نسى، مش لا قدر الله نسى قلم أو تكسر له قلم أو حب المساعدة، ممكن تساعدوه. المهم
نتوما ما تسحقوش لأي مساعدة، كل واحد يتكل على روحه، ولكن في بعض الأحيان هناك حوادث تصرى، إذا يعني المساعدة مليحة. ثم بعد ذلك واش يجي؟ تجي الأقلام الملونة. طبعا الأقلام الملونة جد جد ضرورية، لي خاصة لأني راح نتكلم على الأدوات اللازمة لجميع المواد، ليست فقط الرياضيات. مثلا هذه تسحقوها في تاريخ وجغرافيا، في رسم الخرائط نتابع. إذا بعد ذلك، بعد الأقلام الملونة، واش عندي أيضا؟ عندي الماسكة جد جد ضرورية، راح نتحدث بعد ذلك على الأوراق الإضافية كيف نديروها، يعني نشدوا الأوراق الإضافية، ضرورية جدا. الممحات، عندي المبرات، وعندي هذا الكوركتور، هذا المصحح. ثم بعد ذلك الألوان الأخرى اللي سبقت وهضرت لكم عليه في اختيار الموضوع، باش ندير يعني شوفوا أي زعما سؤال خليته حاجة ندير عليه هكذا ولونه، باش نقول باللي نسيت هذا السؤال كحيلة فقط. ثم بعد ذلك خاصة للرياضيات نسحق مواد زائدة. إذا في الرياضيات ممكن نسحق كوس، منقلة، مسطرة، ومدور. طبعا ما ننساوش الآلة الحاسبة، حذاري حضروها من الآن، حضروا الآلة الحاسبة، راح تسحقوها في مادة الفيزياء خاصة والرياضيات. إذا حذاري أنكم تنساو الآلة الحاسبة، كل واحد يتكل على روحه في الأدوات. إذا لتجنب أيضا مضيعة الوقت، ما نلتفتش يمينا ويسارا باش نطلب للزملاء الآخرين. إذا وأخيرا زدت من عندي هذه المناديل، ممكن تسحقوها، ربما تسحقوها ما على باليش، ممكن إذا كان واحد للضرورة القصوى نستعملها، هذه إضافة فقط. إذا أظن أن كل هذه الأدوات راح تسحقوها إن شاء الله. إذا ننطلق إلى خطوة أخرى. إذا بعض النصائح فقط، ما تنساوش أولا التركيز، أولا استعينوا بالله، أولا نبدأ بسم الله، ثم ندير دعاء بسيط، اللهم مسهل الأمور سهل لي الأمر كله، استعينوا بالله، ثم بعد ذلك نبدأ بسم الله، ثم بعد ذلك الهدوء التام، استرجع كل المعلومات، عدم الخروج المبكر، حذاري ثم حذاري، عدم الخروج المبكر، استغل أي لحظة أي ثانية استغلها في هذا المكان لأنه يقرر مصيرك. ثم بعد ذلك ندخل في الورقات الإضافية، عندي بعض النصائح. إذا حذاري في الورقات الإضافية، أولا حذاري من ها التالي، حذاري من أن تكتب أولا في الورقة الإضافية اسمك أو لقبك أو خاصة إمضاء، لأن إذا وجدوا أحد الشروط يعني الثلاثة لهذه اللي قلت لهم، اللقب أو الاسم أو الإمضاء، راح تلغى الورقة الإضافية. ثاني شيء أطلب منكم ترقيم الأوراق الإضافية، مثلا هذه الورقة 2 نكتب 0 2، 0 1 1 الورقة الأولى، الورقة الثانية، الورقة الثالثة، باش تسهل على المصحح. ثالث شيء يعني النظافة، في النظافة والكتابة بخط واضح، وشيء آخر والدقة في الإجابة. ثم بعد ذلك أخيرا عندما تكمل كل هذه الورقات الإضافية تجمعهم، وش راح تدير؟ راح تدير الماسكة، ماسكة الأوراق. إذا نجبد الماسكة، لاحظوا معايا، إذا عندما أنتهي نجمع الأوراق تاعي نشدهم بالماسكة هكذا. ثم وش راح ندير؟ ثم بعد ذلك تبعوا معايا، إذا عندما يعني ألصقت كامل الأوراق الإضافية وش راح ندير؟ راح ندخلها داخل ورقة الإجابة هكذا، ونطوي عليها، هذه مثلا هي ورقة الإجابة، ثم بعد ذلك نمدها المصحح. أتمنى فقط أن كل هذه المعلومات، إذا كل هذه المعلومات أفدتكم بكل هذه المعلومات، أتمنى أنكم ما تنسوش الأدوات. إذا بالتوفيق للجميع، لا تفشلوا، ركزوا يعني التركيز الكبير باش تجيبوا إن شاء الله أعلى المعدلات، باش تفرحوا موليكم إن شاء الله وتفرحونا معاكم. إذا بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.